أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، نبدأها بالعناوين. من صحيفة أخبار اليوم: أمن عدن يفرج عن لاعب كرة قدم بعد سجنه لأكثر من عام. صحيفة عربية تتساءل لماذا أصبح الصوماليون يقبلون مغادرة اليمن إلى موطنهم. وأخيرا من الهاف بوست: دولة أفريقية تخصص وزارة لمراقبة ما يكتبه المواطنون على الواتساب. أهلا بكم. من العناوين الواردة في موقع المشاهد نت: ميناء عدن يشهد زيادة في عدد السفن الزائرة بنسبة 32% عن العام الماضي. قال الموقع إن نشاط الحاويات في ميناء عدن شهد زيادة بنسبة 23% أو 32% نهاية أكتوبر الماضي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث وصلت أعداد الحاويات المتداولة إلى أكثر من 266 ألف حاوية. قال الموقع إن ميناء عدن شهد زيادة في أعداد السفن الزائرة بنسبة 32% خلال نفس الفترة مقارنة بالعام الماضي، ووصلت أعداد السفن 125 سفينة خاصة بنقل الحاويات. يذكر أن الميناء كان قد توقف بشكل كامل عن العمل خلال فترة سيطرة جماعة الحوثي على مدينة عدن قبل أكثر من 3 سنوات. موقع المصدر أونلاين عنون في صفحته الرئيسية: أمريكا تمنع الزميل اليماني من دخول أراضيها لاستلام جائزة الشجاعة الصحفية. قال الموقع إن السلطات الأمريكية منعت الزميل هديل اليماني مراسلة الجزيرة في اليمن من الدخول إلى الأراضي الأمريكية من أجل استلام جائزة الشجاعة الصحفية لعام 2017 التي تمنحها مؤسسة الإعلام النسائية العالمية تكريما لعدد من الصحفيات الرائدات في العالم. وقد منعت هديل من الحضور لتسلم الجائزة بسبب جنسيتها اليمنية، وهي إحدى 7 جنسيات مشمولة بالقانون الذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الهجرة. يضيف الموقع أنه من المقرر تكريم الزميلة وعدد من الصحفيات خلال احتفالات تنظمها مؤسسة الإعلام النسائية العالمية طوال هذا الشهر في مدن أمريكية منها نيويورك وواشنطن ولوس أنجلوس. تعليقا على دموع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل التي ذرفتها في أوقات مختلفة تضامنا مع الشعب السوري وحال السوريين ومفارقة ما يتعرض له اليمني في بلدان أقرب، كتب خالد الرويشان وزير الثقافة الأسبق مقالا قال فيه: عندما بكت ميركل على السوريين فمن سيبكي على المغترب اليمني؟ هذه المرأة أفضل من كل الحكام العرب، تأملوا كيف تعامل اللاجئ السوري في بلادها ألمانيا، مرتب وسكن وتعليم ووظيفة، بينما المغترب اليمني في السعودية يعيش بين نارين، الحرب في بلاده والرسوم المتصاعدة وتعقيدات الفيزا والإقامة، كل ذلك بلا رحمة أو خصوصية مؤقتة على الأقل. ميركل ألمانيا تستقبل ملايين السوريين الهاربين، بينما العرب يخنقون المغترب اليمني في بلدانهم، يخنقونه بالضرائب والرسوم المتصاعدة بالملاحقات والإهانات في المطارات. بكت ميركل مثل طفل أمام العالم كله، كان ذلك حين غرق 70 سوريا قبل 2 سنين وهم يحاولون دخول ألمانيا بالتهريب. اليوم تقدم ألمانيا كل الخدمات للسوريين اللاجئين الهاربين من جحيم الحرب في سوريا، المرتبات والسكن والوظائف والاحترام. هذه ميركل المستشارة الألمانية وزعيمة حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي الحاكم في ألمانيا. بكت زعيمة ألمانيا على السوريين وأكرمتهم في بلادها، امرأة بـ20 زعيما عربيا. في موقع الموقع بوست عنوان حول السلام الممكن في اليمن: مدير المعهد الأوروبي للسلام، القرار الأممي 2216 هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام باليمن. قال الموقع إن المدير التنفيذي للمعهد الأوروبي للسلام مارتن جريفيتس أكد على قناعتهم التامة بأن تطبيق القرار الأممي 2216 هو السبيل الوحيد للسلام، لتحقيق السلام والوصول إلى الحل في اليمن. وأشار جريفيتس إلى أن المؤشرات تؤكد أنه بدون تنفيذ تلك القرارات
عودة الحكومة الشرعية إلى العاصمة صنعاء لن تحقق اليمن أمنها واستقرارها المنشود. وقال إن هذا الاستنتاج يستطيع قراءته كل مهتم بالشأن اليمني، وأتيحت له فرصة زيارة اليمن واللقاء بمختلف الأطراف والوقوف على الواقع كما هو. العديد من العناوين تصدرت الصفحة الأولى من صحيفة أخبار اليوم، منها انتشار متبادل بين قوات صالح والميليشيا بصنعاء وعربات الحوثي تطوق 70. ومن عدن القعيطي يؤكد عجز البنك عن توفير السيولة وحاجته لعشرة مليار دولار العام القادم. ومن العاصمة المؤقتة أيضا أمن عدن يفرج عن لاعب نادي حسان بالعيد بعد 14 شهرا من الاحتجاز. ومن تعز مقتل 15 حوثيا غرب المدينة ومواجهات عنيفة في محيط التشريفات والقصر وصد هجمات للميليشيا. من أنتم؟ تحت هذا العنوان كتب توفيق ب20 مقاله المنشور في صحيفة العرب الجديد، مضيفا في أجزاء من المقال: هناك مثل فرنسي، إذا كانت الأرقام لا تكذب فأحيانا تتحول الأكاذيب إلى أرقام. جل الملوك والرؤساء والأمراء الذين واجهوا ثورات أو انقلابات أو انتفاضات قديما وحديثا راحوا ضحية الجهل بالواقع والجهل بالمياه التي تجري تحت جسور عروشهم، من دون أن ينتبهوا لما تحدثه من تحولات عميقة. ودائما ما يكون أول سؤال منهم هو ذلك السؤال العجيب: ماذا يحدث؟ قالها لويس السادس عشر في فرنسا عندما أخبروه بتمرد سجناء الباستيل وخروج الفرنسيين للتظاهر في الشوارع حاملين بنادق البارود. وحتى عندما أخبره وزيره الأول بما يحدث حاول التقليل من الأمر فقال إنه تمرد، فرد عليه الوزير: لا يا صاحب الجلالة، إنها ثورة. السؤال نفسه طرحه الروماني تشاو شيسكو والتونسي بن علي والمصري حسني مبارك واليمني علي عبد الله صالح. أما الليبي معمر القذافي فدخل التاريخ بصرخته في وجه شعبه: من أنتم؟ حكم العقيد شعبه 40 سنة وفي النهاية لم يتعرف عليه عندما خرج يطلب الحرية والكرامة وشيئا من المنطق في نظام بلا منطق. ولأنه القذافي لم ينتظر من أحد أن يجيبه على السؤال من أنتم، بل وجد الجواب في الحين: إنهم جرذان. جرى في الأنظمة الديمقراطية حل إشكالية انعزال السلطة عن المجتمع عن طريق الفصل بين السلطات وجعل كل سلطة تراقب الأخرى وفتح المجال لحرية التعبير والنشر والإعلام وضمان حقوق المعارضة وإجراء استطلاعات رأي دورية والسماح للمجتمع بالتعبير عن اتجاهات الرأي داخله وإيصال صوته إلى من يحكم علّه يرى الحقيقة من وراء حجب السلطة. أما في الأنظمة السلطوية فدائما ما يسألون عما يجري في الوقت الضائع. نطالع في صحيفة الأيام عنوان بارز: وكيل وزارة الإعلام يتفقد مبنى إذاعة عدن بعد محاولة البسط عليه. قالت الصحيفة إن وكيل وزارة الإعلام أيمن محمد ناصر تفقد مبنى محطة إذاعة عدن بمدينة الشعب في العاصمة عدن وحرمها من الأراضي المخصصة لهوائيات الإرسال الإذاعي بعد بلاغ بقيام مجاميع محاولة البسط والتعدي على سور المحطة والتصدي الحراسة المدنية لها. قال الوكيل إن وزارة الإعلام لن تسمح بأي أعمال بسط أو اعتداءات تطال أراضي محطة الحسوى الإذاعية بمدينة الشعب. ووفقا للصحيفة فقد تحدث مدير محطة الحسوى الإذاعية وقائد الحراسة الأمنية عن المحاولات المتكررة من قبل المجاميع لهدم سور المحطة والبسط على أراضي الإرسال الإذاعية مستغلين الظروف التي تمر بها البلاد. في تقرير نشره موقع عدن الغد وكتبه أحد الأدباء أثناء زيارته لمقر اتحاد الأدباء في عدن بعد تحريره من عملية السطو والاعتداء، وقال قاسم المحبشي: ذهبت إلى مقر اتحاد الأدباء والكتاب في ساحل أبين بعد يومين من تخليصه من عصابات النهب والتخريب التي حاولت السطو عليه للمرة الثانية في ثلاثة أشهر فقط. يضيف المحبشي: لولا التضامن المدني الفعال من الأدباء والكتاب والمنظمات والهيئات الاتحادية الأدبية والمدنية والنشاط والناشطات من كل البلدان العربية لكان ذهب في مهب العاصفة. وتمنى الأديب في تقريره من وزارة الثقافة الشرعية أن لا تتأخر في إعادة تسوير المقر وترميمه وتأهيله بما يليق بالاتحاد ورمزيته.
ولقراءة أهم ما ورد في صفحات الصحف العربية نذهب إلى فاصل قصير ومن ثم نعود، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. تواصل منظمة أطباء بلا حدود حملتها الداعمة للعاملين في قطاع الصحة الحكومي في اليمن المنقطعة رواتبهم منذ أكثر من عام، وهي الحملة الإلكترونية One Year Zero Salary، لا داعية وكما تورد العربي الجديد إلى تقديم الدعم المالي لموظفي الصحة الحكوميين من دون تأخير من أجل تجنب المزيد من التدهور في الخدمات الطبية المنقذة للحياة في اليمن. ممرضون وممرضات قابلتهم المنظمة في إطار حملة سنة بلا رواتب أشاروا إلى عراقيل كثيرة تحبطهم، حتى أن بعضهم يواجه اضطراد أهلهم وأسرهم على مواصلة عملهم بحجة أنهم ما عادوا قادرين على توفير أجور التنقل لهم، ويرى آخرون أن العائلات لا تتفهم معنى استمرار العمل من دون مقابل مادي في ظرف يجعل المواطن اليمني في أمس الحاجة إلى راتب يسد كلفة الضروريات إن توفرت. تضيف الصحيفة: الحملة مستمرة منذ انطلاقها يوم 28 من سبتمبر الماضي، وتنقل تباعا صورا وفيديوهات تبين الواقع المتردي في مستشفيات اليمن والعاملين فيها. وسبق للمنسقة الطبية لمنظمة أطباء بلا حدود في اليمن ميليسا ماكراي أن أوضحت في بيان في نهاية سبتمبر الماضي أن الالتزام الذي نراه يوميا من موظفي الحكومة يبعث على التقدير، عملوا لمدة عام من دون أجر وكثيرون يفعلون كل ما هو ممكن للحفاظ على استمرار الخدمات الصحية بالحد الأدنى. وأطلقت المنظمة حملتها الإلكترونية للتنبيه إلى أزمة الممرضين والممرضات الذين يعملون في أشد الظروف صعوبة بهدف دعمهم، خصوصا أنهم يضطرون إلى دفع تكاليف المواصلات للوصول إلى المستشفيات والمراكز الصحية من جيبهم الخاص. العودة الطوعية للاجئي الصومال في اليمن ما تزال مستمرة، حيث نقلت صحيفة الخليج عن المنظمة الدولية للهجرة قولها إنها أعادت 134 صوماليا إلى بلادهم عبر ميناء مدينة عدن بدعم منها وبالشراكة مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في اليمن. وأشار مكتب المنظمة في اليمن على صفحته الرسمية بتويتر إلى أن هذه العودة الطوعية للاجئين العائدين لديارهم تمثل الجولة 16، حيث نفذت المنظمة رحلات عودة سابقة منذ نوفمبر 2015. وقالت المنظمة إنها أعادت 1845 شخصا حتى الآن. وكانت المنظمة قد أوضحت في وقت سابق أن اللاجئين قرروا العودة إلى الصومال بسبب الأوضاع الصعبة التي يعيشها اليمن جراء الصراع المتفاقم منذ 3 أعوام. زار الصحفي الأمريكي نيكولاس كريستوف كوريا الشمالية وقد عاد محطما ومتوقعا لحرب نووية قد تقع. قال إنه تذكر وهو عائد من كوريا الشمالية نفس الإحساس الذي انتابه يوم غادر العراق قبل اندلاع الحرب هناك، وكتب في مقاله المعاد نشره في الغد: الطيران إلى كوريا الشمالية على متن طائرة روسية قديمة هو أشبه بالدخول إلى عالم بديل. كنت أغطي شؤون كوريا الشمالية وخارجها منذ الثمانينيات، لكن هذه الرحلة لمدة 5 أيام تركتني أكثر جزعاً من أي وقت مضى إزاء مخاطر حدوث مواجهة كارثية. يسير طلاب المدارس الثانوية في شوارع بالزي العسكري كل يوم للتنديد بأمريكا، وتظهر الملصقات واللوحات الإعلانية على طول الطرق العامة وهي تحمل صور صواريخ تدمر مبنى الكابيتول الأمريكي وتمزق العلم الأمريكي. تنتشر صور للصواريخ في كل مكان، في ساحات رياض الأطفال وفي عرض للدلافين وعلى شاشة التلفزيون الحكومي. سألت الأولاد عما إذا كانوا قد سمعوا بالفيسبوك،
وقد سمع عنه واحد فقط لأن برمجيات الحاسوب أحيلت إليه في بعض الأحيان، لكنه لا يعرف ما هو. أجهزة الراديو أو التلفزيونات التي يمكن أن تلتقط بث برامج أجنبية غير قانونية، وليست هناك إمكانية للوصول إلى الإنترنت إلا للأجانب وكبار المسؤولين. هذه هي الدولة الأكثر شمولية واستبداداً في تاريخ العالم، لأنها تحتوي على أجهزة الحاسوب وكاميرات الدوائر المغلقة والهواتف المحمولة وغيرها من تقنيات المراقبة والرصد التي كان يمكن أن يحلم ستالين أو ماو بها فقط. وكوريا الشمالية في بعض الأحيان مكان غرائبي ببساطة، فيها يؤخذ أحد الأبناء من توأم ثلاثي من والديه، وتقوم الدولة بتربيته لأنه يعد طائراً ميموناً وبشيراً بالازدهار. وعبادة الشخصية في البلد حاضر لا ينقطع، حيث يرتدي كل بالغ على صدره دبابيس تحمل صور القائد العظيم كيم إل سونغ الذي توفي في العام 1994، أو ابنه الزعيم العزيز كيم جونغ إل الذي توفي في العام 2011، كما أن صورهم معلقة في كل منزل وكل مصنع وكل فصل دراسي. كل عام يموت الناس في محاولة لإنقاذ صور كيم من حرائق المنازل، والآن يتوجه هذا التقديس على غرار نمط الكونفوشيوسي إلى كيم جونغ أون 33 عاماً وسليل العائلة المقدسة، ويعني اسمه العادل الرحيم، كما أن وسائل الإعلام الحكومية تتحدث بلهجة التقديس عن عبقريته الرائعة وفطنته العسكرية وشجاعته التي لا تضاهى وفنه المتميز في القيادة على حد قول أحد المنشورات. بعد قرار أسرة في فرنسا إطلاق اسم جهاد على رضيعها، طلب من القضاء الفرنسي الإجابة عن سؤال: هل يمكن إطلاق اسم جهاد على طفل وليد؟ تقول صحيفة القدس العربي التي نقلت الخبر عن وكالة رويترز: رغم أن كلمة جهاد في اللغة العربية لها معاني كثيرة منها بذل الجهد والكفاح، فإن بلدية توزلو أبلغت مدعي الجمهورية بالأمر، مشيرة إلى الأوضاع الحالية في فرنسا التي شهدت اعتداءات جهادية. قالت النيابة إنه لم يتم اتخاذ أي قرار حتى الآن والإجراءات جارية، ويتيح القانون لمدعي الجمهورية إحالة الأمر لقاضي شؤون الأسرة. واعتبرت بلدية نيس في موضوع مشابه أن اختيار الوالدين يمكن أن يكون متعارضا مع مصلحة الطفل وهو بمثابة إشادة بالإرهاب، وأحالت النيابة الأمر إلى قاضي الأسرة قبل أن يتخلى الوالدان عن الاسم. وكان قد حكم في 2013 على أم بالسجن لمدة شهر مع وقف التنفيذ وبغرامة بقيمة 2000 يورو لإرسالها ابنها المدعو جهاد البالغ من العمر 3 سنوات إلى المدرسة، وقد ألبسته قميصا كتب عليه أنا قنبلة. وجهاد ولد في 11 أيلول. في واحدة من القضايا الغريبة التي شهدتها أروقة النيابة العامة في السعودية أخيرا، تقدم شاب بدعوى ضد أحد المدعوين لحضور حفل زفافه يشكو فيها ما اعتبره إهانة له، حيث قدم له هدية فيما يعرف بالرفد عبارة عن ظرف بمبلغ ريالين مع عبارة هذا قدرك عندي وهذا كثير عليك. وفي التفاصيل تقول صحيفة البيان: اعتبر العريس قيمة الرفض مهانة له ويدخل في إطار الإساءة إليه مع ألفاظ غير لائقة. ووفقا لصحيفة عكاظ السعودية، فقد استدعت النيابة المتهم وأقر بصحة الواقعة، مبررا قيامه بفعلته بأنه لا يستطيع تقديم رفض للعريس بأكثر من ريالين بسبب ظروفه المادية، وأفاد بعدم وجود مشكلات سابقة بينه وبين العريس. واكتفت النيابة بسماع أقوال المتهم وتحفظت على الظرف والورقة المدون بها العبارة، وقررت توجيه الاتهام للمدعى عليه بالإساءة إلى العريس من خلال تقديمه ورقة بها ألفاظ غير لائقة، معتبرة أن ما أقدم عليه المتهم فعل محرم شرعا، مطالبة إثبات الإدانة وإصدار عقوبة تعزيرية في الحق العام والخاص، وأحيلت الدعوة إلى جهات الاختصاص للفصل فيها. وزارة الواتساب: هكذا وصف المواطنون الوزارة الجديدة المكلفة بمراقبة وسائل الاتصال الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي.
والمفرح في الأمر أنها ليست في دولة عربية كما جاء في موقع الهاف بوست. يحدث هذا في زيمبابوي التي كلف رئيسها روبرت موغابي حكومته باستحداث وزارة الأمن السيبرياني مهمتها مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي. ونقل موقع روسيا اليوم عن قناة بي بي سي نيوز الأمريكية قولها إن إنشاء الوزارة الجديدة أثار موجة غضب في أوساط الزيمبابويين الذين اعتبروا هذا القرار رغبة من الحكومة في تقييد حرية التعبير، لكن مواطنو زيمبابوي تعاملوا بسخرية مع هذا الخبر وأطلقوا على الوزارة الجديدة اسم وزارة واتساب. وذكر ممثل رئيس زيمبابوي أن موغابي استحدث الوزارة الجديدة بغية مكافحة التهديدات الناشئة ضد الدولة وتكمن في سوء المعاملة والسلوك غير القانوني في العالم الافتراضي. وترأس وزير المالية السابق باتريك شيانماسا هذه الوزارة. ومن صحيفة الديلي تيليغراف مجموعة صور متنوعة من جولة المصورين في مختلف أنحاء العالم، نتابع الصور. بهذه المجموعة من الصور والصحف العربية نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. نترككم مع مجموعة من رسوم الكاريكاتير في أمان الله.